Traditionally, women sang and danced in the tribes and Amazigh or Berber villages. Moreover, the lyrics sung were improvised to express everything that could not be normally said. Celebrations were times when men and women were free to express themselves. But to make it one's job, to put on a show, was frowned upon. That would be to break with ancient traditions. In the area of Ain Le, we meet Fadma Uld Didu, one of the oldest singers in the Middle Atlas. سكوس النقب ذيخ فازوري تجي 60 امشيس 61 62 اي بذيخ تا نزور كرخد غيخ حمول يزيد خفر حمول يزيد كرخد غيفس شي مون غير شي 3 سنين اي سمون اي سمون خاطر رحم ربي سوسع غيفس وفيخ غرسيت وخمسيت مسير ونعميس ونوين عاد قلفن سدرعينو. Fadma Uld Hadidu will sing for us along with Aisha Maya, who represents the new generation. نكني ضغين لقاك ثم زيرتنا عين لوح مشان كين اللي سنتي تمربيع ارتسكان خيق الرباط كين بدي خسي ثم زين وداتك ثم وايث توسن خيق 2010 توسن خس ثم وايث شجر خس في فتين وثم زياروت فغر السوق توفى نجاح الحمد لله اني خس زايدة خي خا ثرابوت غندات خل مجموعة يجي خل مجموعة نو زايد خيق المسيرة الفنية عرضت لان غير ثمو خريسين شيان قلفن إلا البيراتاج يلي جهة الإنتاج يعني نكنيش أو غنستفى زكشا In the region of Azru, it is Himema who allows us to hear the free voice of the women of the Middle Atlas. بديخ الفنينو شي 17 دلاواد غوري تيدي 17 سكواس لا تسراخي نازوري مقران ناكت لا يمنان عزيز ربي يطيرحم مو يرضانا طفات ارتسلاخي حدا وعكي ارتسلاخي الشريفة انشاركي المهرجانات
Into Fraud, we see the reception given to the great Sousse diva, Fatima Tebamerant, whose conscientious lyrics are appreciated by all Amazigh people. Her commitment and popularity even allowed her to be elected to parliament. بلاش كان لغيان غيات المنطقة اللي تيسان سحواش غيد عقل غدني كي بابا وحواش يعني إيقا غيد يتمازيرت إيقا غانية بزاف غماس انتظوري غيد أحواش انتي دي انت مغارين غيد أحواش يرقاز غيد ينضام غيد يعني العدد نتغاو سيوين بهرة فولكينين من مزين وزادري بزاف وحواش حواش قايت غوسا اللي تويسكر نغمس نتقبلي ناد من غين غبدي تزوري ما قبلتكش مخص وبرز وزوان فاطمة تبامرانت shows us her childhood home where she first dreamt of becoming the spokeswoman for her culture. In the same vein, she created a cultural association, Tairi Nuekel, which organizes Amazigh New Year's celebrations, as well as other events. أبرز نتسرتي تغل الحقيقة ورداري لا ورداري لا ين يت يتيري أفد هتكش مغو برزد تشكد يعني المناسبة أفد هتكش مغو برز السياسة 1997 ولكن اللي غدي يشكد دستور 2011 اللي غتقات مزيغة توتليت تارسميت نتتيقن السبب الرئيسي أفد هتكش مغو برزد نتسرتي We meet up with Fatima in Essa, along with the great Sahara singer Batul Marwani. هرم تفرحي غنو فاكرة وجموعي حلان أشكوا لي فولكيني قابدا لحسان الله يبقى إما الزمان يزري ويهو الديما يران الله أقس السلا الخير اللي ندغي اللي نران واللي اسمه قنس العاقل يزران الوان أزرس ناتي لسان أزرس الديس وشكان تغزين الدولة نتاتا يرزان وخسان بدلنا الزاري ضلان إصغر الحباقي فسان أي إزري وصف لي أمارة الهبيلي خلان نظري فقير نغالي سجور قال أنا كنشكر فاطمة تبعمرانت لأنها أعطتني كلمات بالأمازيغية وفكرة ديال فاطمة أنني نغني بالأمازيغية والحمد لله أنني جبرت نفسي في هذه الأغنية لأن الأمازيغ والصحراء قريبين Yeah.
is neat, Fatima introduces us to the Amandil troupe that carries on both the tradition of the sacred Egrao songs as well as the secular Ahawash songs. كي مليح مزيح ارتحوش وكان الخير دار كون زوليت زايد اولي حبت للتعاون يا غير كذا ترنت مقير يحت لك راه المناسبه ولا حل لك راه ولا زد ليله القادر انت مقير زند عاشور المهم اي مناسبه رانت كان الخير نكني Near Ouarzazed, it is Mbarka who is at the head of a newly formed women's troupe. أدرك خلعت أنا طلّ الفرق عنا. ثلاثين رجال زن ثلاثين تبعي. In Telouet, it is Svia, the oldest of the singers, who sings for us. ميكسش جلغة مارك سبعين تقش جلغ سيحة ونزا الطبلة يسكل لسوا نمتاذي والي ونوين ومارك وين حتي نريم لي والو يو دا نساول في الحب نساول في تواسنا نساول في تماسير نساول كل شي دا تنسمونو الله عن النبي يا ويوم In Eight Bougmaz, we see the recessed valley with its preserved traditions. من سوري وفيغ دايما يا تيدا تسني لا يني غاسني This is Fatima, who had the courage to establish herself by creating a women's troupe. تاوليتنا يا وريا اختين تنيتي سافري وريا زيه ولا نظني غولا نسار ديوسيس الله عن النبي يا ويوف من سوري يا سي مايد اللي غنيت ايا نصحت اتقاخت ما غيت
اتبع غاي النار سي الاول ديت تعجبو النار ديت تتبع ديت تعجب العاقلين ودت تسلغي ودنا تبع اختلت تعجبو يعجبي جات تقاليد مزيرتنا وخا دايس كسيون الكريه وكيقيم الحال Fadma and her troupe reenact the wedding ceremony for us. They sing the purifying henna and conduct the rituals symbolizing fertility and abundance. In the conservative reef, Fatiha touches us with her determination. The جيس الحسيمة نش قمي جزيل مزينو يتعجب أي الفنس سطورة تمازيغ سطورة تمازيغ تعجب نداي زيل مزينو ويخسوك سن تفاري تخشي إذا كي جل والدين ويقرا يتغني جد شي يتمنع يا ضحى ذي غنجر ولا كتاي النيرو خار فين وربعز قمي بذي تغنى جا وتغنى جا خطورة ناري فينو وزماذ التور With Tifur in Nadur, we have fully entered the modern age of female singers who have completed higher studies. زوجامي توغي تمزيان تدي لاج نسان كون اخ توغي ترنجخ توغي تجيب اي توغي جن العاشقة ثمغاي ايش نحاج تقانس موسيقى توغي ترنجخ تعرف تمازيخ تفرانسيست اي نوع اي ستيل موسيقى توغي ترنجخ نتحول التراث النيزران شعر قديم قارس نشي نيزران نتحول أثيذناوي وثنخدم سجن الطريقة عصرية حما ذيو ذيوذان وشي ذي يعرفوها ماشا ذيو ذيوذان يمكن قاعوة تفهم انث ما زيخت أثراني استيل نخ وأثراني يزران نخ فغانخ مشكل يمغى سوطس نشي ما مش تسنميج المجتمع محافظ سوطس وباش تمغى تتغنج ما يعتبر زي ما نخسانيني زي الطابوهات ألوغ ماشا نش ما نيكسيخ التحدي
أزوخ هذا بالدرخ نظراني يسمغاث مرات تغناج نختك جن حاجة قناس الفن ديش نحاجة التعفنت بالعكس جن حاجة تصبح نتوطس ونش تحديخ فاميليينو تحديخ مجتمع أمي كمر وأزوخ هذا بالدرخ الفكرة أني أنه ثمغاث مرات تغناج بذرعيب واتشيبو ذرعيب بالعكس ثمغاث ممش تفق خدم نخ باغ اكزومبل الصغورة نخ وخذ الفن يعتبر يجن حاجة نبيلة يجن حاجة راقية بنادماتيك والفن يجن حاجة واتشين تقي تامو الفن من أجل الفن مشان تقي الفن باشان تصيوض التصن لميساج التصن الرسائل يجن مقان طوغاس نتحومولة This is Indy Zara, singing in Amazigh and English. She has brought her culture onto the international stage. Take the train, leave the sun for the rain and